معنا زياتي رئيس شباب المحمدية السابق، يعني كيفاش هذا الدوري ديال أكاديمية شباب المحمدية بشراكة مع جمعية المجتمع المدني الرياضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدوري ديال الأكاديمية كي تعتبر واحد القاطرة اللي كتنشأ واحد الجيل اللي مرينا فيه جميع كلاعبين. هاد الدوري اللي كتشوف فيه فئات صغرى، فئات عمرية اللي في المستوى العالي، وهذا كيعبر على انه مدينة المحمدية عندها ما يكفيها من الكفاءات ومن اللاعبين، خصهم الرعاية وخص توجه لهم الأنظار من المسؤولين على الشأن الرياضي بمدينة المحمدية. وكنهني الأطر وكذلك المسؤولين وكذلك رئيس الأكاديمية على هذه المجهودات الجبارة اللي قام بها. حقاش ماشي من السهل أنك تدير واحد الدوري وينجح في هذا المستوى واللي بانوا فيه بعض العناصر اللي إن شاء الله غادي نشوفوها في المستقبل في الفروق ديال مدينة المحمدية ولا شباب المحمدية في الفروق ديال في المغرب ككل ولا خارج الوطن إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك.